يعني على ما يبدو غارة جديدة في قطاع غزة، في المنطقة أيضا التي استهدفت قبل قليل، وهي في المنطقة الجنوبية الشرقية من قطاع غزة. الآن صوت انفجار كبير يسمع دويه الآن جراء هذه الغارات. كما ذكرت يعني الغارات مستمرة ومتواصلة في منطقة، يعني ربما نشاهد في الصورة يحيى الآن غارة جديدة على قطاع غزة، نشاهد هذا الوميض، تجدد للغارات. نعم هذه في ذات المنطقة، وهي في المنطقة الجنوبية الشرقية من قطاع غزة يحيى، وهي في منطقة إلى الشرق من حي الزيتون في شرق قطاع غزة. الآن تتوالى أصوات الانفجارات، ربما تسمع الآن أصوات الانفجارات في غزة، وتهز بصراحة المنطقة الشرقية بشكل كبير.